مع كل حديث عن عمليات عسكرية لتحرير الحديدة من قبضة ميليشيا الحوثي. تتعالى أصوات العديد من المنظمات الإنسانية والإغاثية خشية الآثار المحتملة لأي عملية عسكرية على الصعيد الإنساني، في وقت ظلت المعاناة الإنسانية حاضرة في هذه المحافظة على مدى سنوات من سيطرة الميليشيا الإنقلابية دون أي تحسن يذكر. تقول الحكومة على لسان وزير حقوق الإنسان محمد عسكر إن الحديدة تعيش منذ 3 سنوات كارثة إنسانية بكل المقاييس، ويعاني سكانها تحت وطأة المجاعة وفقا لتقارير المنظمات الحقوقية والدولية، فيما تسيطر ميليشيا الحوثي على الميناء الذي تمر عبره المساعدات الإغاثية والإنسانية، ولا يستفيد منها أبناء المحافظة شيئا، ناهيك عن الإتاوات الباهظة التي تفرضها الميليشيا على سكان المحافظة بالتوازي مع ممارسات قمعية واختطافات وسجون تكتظ بمئات المخفيين قسريا في ظروف احتجاز قاسية يتعرضون لصنوف التعذيب والمعاملة القاسية. عشرات المليارات شهريا تجنيها ميليشيا الحوثي من عائدات ميناء الحديدة والضرائب وغيرها، جميعها تذهب لتمويل حروبها على اليمنيين، بينما لا يجد السكان المحليون ما يسد رمقهم ويحتضر مرضى الغسيل الكلوي وضحايا الأوبئة، ولا يجدون أمامهم سوى دوريات الميليشيا تتجول في الشوارع وتستمتع بعذاباتهم. طيلة السنوات الماضية ظلت الحديدة أحد العناوين البارزة للخذلان الدولي تجاه المأساة الإنسانية، عدا عن مبادرات ركيكة أطلقتها الأمم المتحدة ورفضتها الميليشيا. في العام 2016 طرح المبعوث الأممي إلى اليمن مبادرة تقضي بتسليم إدارة ميناء الحديدة إلى جهة محايدة مقابل دفع مرتبات الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية للمواطن اليمني، لكن ميليشيا الحوثي رفضت لاعتبارات تتعلق برغبتها في إطالة أمد المأساة الإنسانية والاستفادة من القدرات المدنية في سياق الحرب. لم تكن إذن مهلة الإبقاء على ميناء الحديدة تحت سلطة الميليشيا سوى صوت مسلط على رقاب اليمنيين ضاعف من فاتورة الكلفة الإنسانية، فهل حان الوقت لاستعادة دورها كشريان اقتصادي لليمن وبوابة للعمل الإغاثي والإنساني؟